أهلا من جديد مشاهدينا الأعزاء في كل مكان، نمضي ونتواصل معكم في صباح الشروق وفي ساعته الثانية. أهلا بكل الذين يتابعون دائما صباح الشروق، وبكل الذين ينضمون الآن وانضموا فعليا لمتابعتنا، وتتواصل فقراتنا ويتواصل تجوال وتنقل كبير صباح الشروق في كل مكان في أرض هذا الوطن الحبيب السودان، ما قد كان وما سيكون. الأمنيات دائما بأن ينعم إنسان السودان بالخير والأمن والأمان والطمأنينة، وأن يحل السلام في كل مكان. هذا التجوال لنقل نبض الحياة ونبض الجمال، وذلكم الإرث المتجذر في واحدة من أجمل المدن التاريخية في شرقنا الباسم، سواجن أو مدينة سواكن. سواكن نكهة تاريخية تتحدى الزمن، والتي تحتضن الضفة الغربية لشواطئ البحر الأحمر الساحرة في حميمية بالغة العذوبة، تبعد عن مدينة بورسودان 56 كيلومترا، حيث لا يعرف تاريخ محدد لتأسيسها، وأطلق عليها اسم سواجن لاعتقاد ما بأن سيدنا سليمان كان يسجن فيها الجن المتمرد على سلطته، أو أوسوك وفق لفظة للبيا سكانها الأصليين. هي ذات المدينة القديمة التي بنيت فوق جزيرة مرجانية قبل أن تتحول منازلها إلى آثار وأطلال. المدينة ربطها البعض باليونانيين والبيزنطيين والإيطاليين والهنود والصينيين والعثمانيين والبريطانيين والرومان وبلاد الأحباش وشبه الجزيرة العربية، وارتباطات أخرى بالعباسيين والأمويين. لكن سواكن الحالية تبدو أنها تأخذ طابعا مزيا بين الماضي والحاضر، حيث البنك الأهلي وقصر خورشيد وبوابة كيتشنر وقصر الشناوي ومبنى الجمارك الذي يعود تاريخه إلى أيام الحكم العثماني. أما تاماي التي تقع بالقرب من سواكن فهي حكايات طويلة تروى عن بسالة سودانية خالصة في معركة صمدت فيها قوات الأمير عثمان دقنة في وجه مدافع الاستعمار الإنجليزي، ودافعت دفاعا مستميتا حماية لبلادهم، وتشهد على ذلك مقابر شهدائهم ونصب تذكاري للجندي المجهول الذي صممه عالم أثر بريطاني يدعى بول. ومن تاماي إلى سواكن التي شهدت آثارها هي الأخرى عمليات ترميم عبر خبرات تركية تعاونها أياد سودانية وفق مواصفات قياسية واشتراطات عالمية، إضافة لرعاية رسمية وفرتها السلطات بولاية البحر الأحمر. سواكن كل شيء فيها يدعو للفخر والإعزاز، الآثار المدهشة والمساجد العتيقة والمحلات التجارية القديمة، ثم المنازل التي بنيت بطراز معماري يدهش السائحين والزائرين. ورغم تعاقب السنوات وتقلبات الأجواء والمناخات، تبقى المدينة تعطي الآخرين دروسا في عراقة التاريخ السوداني.